في الخطوات الأولى التي تتجه نحو تمكين هؤلاء المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة لامتلاك مشروعهم الخاص، يخضع نحو 25 متدربا ومتدربة من فئة الشباب في مدينة القطن ومحيطها بحضرموت إلى دورات مهارية وتدريبية مكثفة خلال عام كامل، بهدف إحداث نقلة نوعية لهم ولأسرهم ونقلهم من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج. شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تكاد شريحة مغمورة في المجتمع، لذا جاء الاهتمام بهذه الشريحة من هذا المنطلق. برنامج يهدف إلى دمج هذه الشريحة وتمكينها، إدخالها سوق العمل، تحويلها من شريحة مستهلكة إلى شريحة منتجة. أخذت الدورات التدريبية في برنامج نجاح لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة طابع التدريب النظري والعملي في آن واحد، فتنوعت التخصصات بين دورات صيانة الجوالات والتمديدات الكهربائية وصيانة الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى دورات الكوافير المتخصصة. استفدنا من برنامج النجاح أننا تعرفنا على صيانة الجوالات وبرمجة الجوالات، وأعطانا احنا معلومات عن مجان كيف يعني استخدام الجوال بطريقة صحيحة. إن شاء الله نحن المستقبل إن شاء الله نحن نفتح محل أو نشتغل عند حد في محل إن شاء الله كذا وشي. لدى هؤلاء المتدربين هنا أمنيات كبيرة لامتلاك مشاريعهم الخاصة والاندماج في سوق العمل أو حتى العمل من المنزل، بعد أن رسمت المؤسسات المحلية الراعية للبرنامج والمتمثلة في مؤسسة صلة والبادية آلية تمكن من خلالها المشاركين لامتلاك مشاريع خاصة من خلال تقديمها الدعم المادي والمعنوي الذي يضمن نجاحهم في سوق العمل بعد فترة تدريب كافية لذلك. عبد الله مؤمن، يمن شباب، القطن.